كتير من الناس بيلجأوا للحصول على قروض شخصية من البنوك المختلفة عشان يستوفوا التزاماتهم المالية، سواء محتاجين حاجات يشتروها أو يسددوا قيمة حاجات اشتروها بالفعل. وكمان ناس كتيرة بتلجأ للقروض علشان تسدد ديونها المختلفة. طيب، إيه هي إجراءات الحصول على قرض سداد الديون من بنك ناصر؟ وإيه شروطه والتفاصيل بتاعته؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي حالاً. كتير من الأسر والشركات عندها ديون كتيرة عشان تقدر تاخد خدمات مختلفة أو تشتري سلعة معينة من السلع المهمة، زي بقى الشقق والعربيات والسفر والجواز وغيرها كتير من الحاجات اللي بتهم الفرد اللي دايما بيدور على احتياجاته واحتياجات عيلته. كل ده في النهاية بيؤدي لغرق الشخص ده في الديون، وبيدور على أي طريقة يسدد بيها ديونه. ومن بين الطرق دي قرض سداد الديون بدون فوائد اللي بيقدمه بنك ناصر الاجتماعي. طيب، ايه هي بقى مميزات وشروط الحصول على قرض سداد الديون بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي؟ اول حاجة لازم نعرفها ان قيمة قرض سداد الديون من بنك ناصر الاجتماعي بتوصل ل10,000 جنيه، وكمان اجراءاته سهلة جدا وما بيحتاجش لاي اجراءات معقدة عشان تاخد القرض، وبيكون طبعا بدون فوائد لانه بيعتبر قرض حسن. طب مين هي الفئات اللي ممكن تاخد القرض؟ هنقولك. القرض ده متاح لكل الخريجين ورباط البيوت واصحاب المعاشات وكمان الموظفين. وكمان شروط الحصول على القرض هي كمان سهلة جدا وسريعة، لازم بس ما يكونش الدخل الشهري لطالب القرض معدي 3,000 جنيه، وان يكون في ضامن للي هياخد القرض. وكمان لازم الراتب بتاعك يتحول لبنك ناصر لو انت خدت القرض بضمان المرتب. طيب، ايه هي بقى المستندات المطلوبة علشان تقدر تاخد القرض بكل سهولة؟ اول حاجة صورة سارية لبطاقة الرقم القومي ومعها ايصال مرافق حديث، يعني وصل غاز او مية او كهرباء. ولو نفتكر ان البنك المركزي المصري كان قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس اللي فات 23 يوليو 2022، انه هيثبت سعر الفايدة للايداع والاقراض، وان سعر العملية الرئيسية عند المستويات الحالية مش هتتغير. وعشان الناس بتتهافت على الحصول على القروض الشخصية، فالبنوك هي كمان بتتنافس دايما لجذب اكبر عدد ممكن من العملاء للحصول على القروض من عندهم. فبتلاقي كتير بقى من البنوك بتقدم لك اقل سعر فايدة على القرض، وبنوك تانية بتقدم اطول فترة سداد، وغيرهم بيبقى من غير مصاريف ادارية، وفي بنوك تانية بتوفر لك سرعة في الاجراءات وتسهيلات كتيرة في الشروط علشان طبعا تجذبك وتاخد القرض منهم. وزي ما قلنا قبل كده ان القروض الشخصية حل تمويلي من البنوك لمساعدة الناس على سداد التزاماتهم الطارئة، فلازم تبقى عارف انه قبل ما تقدم طلب عشان تاخد اي قرض شخصي تبقى متأكد من ان كل الشروط مستوفية فيه، وتبقى عامل حسابك على طريقة سداد القرض، وإلا هتبقى بتوقع نفسك في سلسلة جديدة من الديون اللي ما بتخلص. لأن من أهم الأسباب الرئيسية للاستفادة من القرض الشخصي هو إنك تسدد التزاماتك المالية.